إلى ذلك، تعاقد منتدى شباب العالم مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع وتصدير واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية في مجال التعقيم والتطهير الطبي. تشتمل خطط التأمين الطبي على تعقيم وتطهير جميع أماكن فعاليات المنتدى فضلا عن المطارات والفنادق باستخدام مجموعة متنوعة من الروبوتات التي تقوم بوظائف مختلفة بهدف تقليل الاعتماد على العنصر البشري وضمان عامل الكفاءة.